لما شاف مراد صورة شهد وهي جنب يوسف اتصدم، معقول دي تكون شهد؟ معقول يكون يوسف اتجوزها؟ وقال لنفسه دي ملهاش حل غير تفسير من الاتنين، يا اما كانت عينيه عليها وخطفها واتجوزها، وخصوصا انها اختفت وقت النور ما اتقطع، يا اما هي هربت معاه، وده طبعا اللي هيعرفه. وراح اتصل على رئيس الحرس بتاعه. اوامرك يا باشا. بص يا محمود، عاوزك تعرف لي يوسف الالف اتجوز مين وظروف جوازته، وتكون عندي الاخبار على بكره الصبح. بس يا باشا، يوسف الألف محاوط قصره بكمين من الحراسة المشددة، صعب جدا ان احنا نعرف حاجة جوه القصر. اتصرف يا محمود، اوصل لأي حد من الشغالين جوه القصر بأي طريقة مهما كان. انا عاوز كل الأخبار على بكرة الصبح، فاهم يا محمود؟ أوامرك يا باشا. وفي المطار نزل آدم من طيارته الخاصة هو بيعدل في نظارته الشمسية، وكانت بتمشي وراه مربية بنته، وهو راجع مصر عشان ينفذ الجزء الثاني من خطته بعد ما نفذ الجزء الأول علشان يقدر يرجع شهد، وتكون أم البنته. هو صفى كل أملاكه في فرنسا وباع البراند الأساسي للشركة وحول كل فلوسه لبنك في سويسرا. هو دلوقتي في مصر علشان يصفي شركاته في مصر وياخد شهد معاه. وقرر أول خطوة ليه في مصر زيارة مفاجأة لرئيفة هانم جدة مراته عشان يطمن عليها وبالمرة تشوف حفيدتها. ده طبعا نواياه الزهرة علشان يقدر يشوف شهد ويقرب منها، وفي أقرب فرصة هينفذ خطته، ولو ما جاتش معاه برضاها هيرغمها أنها تكون معاه. ونروح لفيلا الألفي، ويصحى يوسف بطلته الرجولية اللي تخطف الأنفاس، ويبص الشهد اللي كانت نايمة ما بين أحضانه وبيصحيها بحب. يلا يا كسول علشان نلحق نسافر. فتحت شهد عينيها الفيروزي وانفزعت لما لقت نفسها نايمة ما بين أحضان يوسف. سحبت نفسها لحد ما راحت على الناحية التانية من السرير. ابتسم يوسف عليها وعلى وشها اللي قلب للون الأحمر من الكسوف، وقال لها بابتسامة: في واحدة في الدنيا تنام بالطريقة اللي انت نايمة بيها دي؟ كنت مكلبشة فيا طول الليل كأن ههرب منك. والله بقى دي طريقتي في النوم، معرفش انام غير لما احط رجلي على المخدة. وانت بقى المخدة لو مش عاجبك سيبني انام في حتة تانية طول الليل ماسك في ايدي ومكلبش فيها، يا بي عليك. يظهر ان هي دي كمان طريقتي في النوم، ما بعرفش انام غير لما انا ماسك ايديكي. يلا جهزي عشان ما نتأخرش. دخل يوسف الحمام ولبس بدلته الرسمية وطبعا بلون المفضل، وخرج لقى شهد لابسة فستان جميل رغم بساطته لانه كان جميل جدا عليها، ورفع شعرها على شكل دي الحصان. وقف يوسف مكانه مصدوم من جمالها، وكان عايز ياخدها ما بين احضانه بس تصنع ببرود، وراح نادى على نعمات عشان تطلع الشنط. ركب يوسف عربيته وهي جنبه لحد ما وصل المطار ودخل الطيارة الخاصة به، وطبعا كلنا عارفين انها بتخاف من الاماكن العالية، وطول ما راكبة ماسكة في ايد يوسف ومغمضة عينيها. وطبعا يوسف كان مستمتع جدا، وخصوصا ان هي جنبه بارادتها حتى لو من باب الخوف. واللي عجبه اكتر استمتع بهدوءها ما بين احضانه من غير مشاكسة. جات المضيفة وسألت يوسف اذا كان عاوز حاجة يشربها، وكانت بتبص ليوسف باعجاب. قالت لها شهد بغيرة: هو انت يا حلوة مش شايفة غير البني آدم ده؟ مش شايفة مراته قاعدة جنبه؟ ولا انت ما بتشوفيش غير الرجالة بس؟ انا اسفة يا فندم، حضرتك تحب تشربي حاجة؟ لا مرسي، مش عاوزة دلوقتي، ولما عاوز هبقى اندهلك. طب يوسف بيه؟ قبل ما يجاوبها يوسف سرقته شهد وقالت: يوسف بيه ما بيحبش يشرب حاجة برة، وما بيحبش يشرب غير من ايد مراته، مش كده يا حبيبي؟ طبعا يا حياتي. روح انت يا انسة، ولما نعوز حاجة هنبقى نندهلك. مشيت المضيفة وهي هتفرقع من الغيظ من طريقة شهد معاها. يوسف هو بيكتم ضحكته: دلوقتي فوقتي مش خايفة؟ يا شيخة حرام عليك، ده انت خليت البت وشها جاب الوان من الاحراق. هي الاشكال دي بتتحرق؟ يا ناري، كنت عاوزة افحصها بايدي. امال انت كنت بتعملي ايه؟ لا انا كنت بسخن بس. اتعادل يوسف هو بيعدل في لياقة قميصه: ما تتغرش كده وتنفخ ريشك، ده كله بس علشان فاهم، علشان شكلك قدام الناس. اديك فاهم يا شاطر، وبطل رغي بقى عاوز انام. وراحت ناحية الشباك وغمضت عينيها. شاور لها يوسف على صدره وقال لها: طب ما البلد دي احسن من هناك، مش هتلاقي حتة احسن من دي. لا يا حبيبي ما تحلمش كتير، انزل على ارض الواقع، وقلت لك بطل دوشة بقى عايز انام.
غمضت عينيها ويوسف كان بيراقبها لحد ما انتظمت أنفاسها وراحت في النوم. عدل راسها ونيمها على صدره وغمض عينيه هو كمان لحد ما عدى حوالي نص ساعة ووصلت الطيارة على أرض شرم الشيخ، وكان في انتظارهم عربية فخمة جدا بعتها كمان ليوسف. شالها يوسف برفق ما بين دراعاته كأنها ريشة ونزل بيها وحطها جنبه في العربية، وأمر السواق إن هو يطلع الفندق اللي فيه اجتماع للوفد. دخل بيها الجناح بتاعه وقابله كمال وقال له بخوف: مالها شهد يا يوسف؟ مفيش، بس عندها دوار من ركب الطيارة، أصلها بتخاف من الأماكن العالية. آه ماشي، كله تمام؟ آه كل حاجة جاهزة، والاجتماع إن شاء الله الساعة 5، قدامك ساعتين تقدر تستريح، بس حاول تنزل قبل الميعاد، أنت عارف الألمان الدقة في المواعيد. طب يا سيدي وسع أنت. ماشي يا عم، الحق نام لك شوية قبل ما شهد تصحى وتفتح لك سين وجيم. أنت هتقول فيها؟ دخل الجناح وحطها على السرير وخد شاور ونام جنبها، وبعد ما عدى حوالي ساعة صحي يوسف وشهد لسه غرقانة في النوم، محبش يصحيها وطلب من الهوم سيرفيس ان هما يحضروا لهم الغدا، وحط لها غداها جنبها وكتب لها ورقة ان هو نازل علشان الاجتماع ومتحاولش تخرج الا لما يرجع، وده طبعا تحذير من يوسف. اما نشوف شهد بقى هتسمع الكلام ولا لا. وعلى المسا صحيت شهد وقالت لنفسها: هو انا شكلي نمت كتير ولا ايه؟ امال يوسف فين؟ احسن مش هنا، اريح. وقعدت كلت وكان طالب ليها الاكل اللي كانت بتحبه. خلصت اكل واخدت شاور ولبست فستان بسيط وكان جميل جدا عليها، وقرت الورقه اللي هو كان كاتبها. اوف، هو انا مش هخلص من تحكماته وجايبني هنا علشان يحبسني؟ اما انزل تحت كده اتفرج على الناس الحلوه اللي هنا هيعمل لي ايه يعني؟ نزلت شهد وقعدت في الهول بتاع الفندق وشافها شاب واعجب بجمالها. معقول الجمال ده قاعد لوحده؟ راح ناحيتها وقال لها: الجميل مش زهقان وهو قاعد لوحده ومش عايز حد يسليه؟ اتوزع يلا، احسن انفخك. قال: تسليني؟ قال انا اجيب يا اخويا 5 جنيه لب واتسلى بيهم بلا قرف. طب ما تجرب يا جميل، مش هتندم. هتغور ولا اعملك شاورما؟ اموت انا في العنف. قلعت شهد جزمتها: هتغور يلا ولا اعلم عليك بالجزمه بتاعتي. اتجمع كل الناس اللي كانوا في الهول وحصلت فوضى. في الوقت ده كان يوسف خارج من صاله الاجتماعات ومعاه كمال واعضاء الوفد الالماني، وشاف شهد وهي رافعه الجزمه وبتضرب في واحد. بص كمال ليوسف وشافه بيكور ايديه وبان عليه علامات الغضب، وقال ليوسف: ايه ده يا يوسف، بلاش فضايح، احسن الصفقه تروح مننا وانت عارف الالمان، وبعدين شهد قامت بالواجب. شد ايديه وراح ناحيه شهد: ايه اللي بيحصل هنا؟ وانت ايه اللي نزلك؟ والله انا بص. وراح مسك يوسف الشاب اللي كان بيعاكس فيها وفضل يضرب فيه، وراحت هي اتدارت ورا كمال. ايه ده يا يوسف، الواد هيموت في ايديك. اتصل يوسف بأمن الفندق وقال لهم: الواد ده هرموه بره. أمنتي؟ والله ما عملت حاجة. الحقني يا كمال. ايه ده يا يوسف، اخفي انت دلوقتي. واتفادى كمال البوكس اللي كان موجه لشهد. اه ايه يا عم، انا مالي انا، امشي يا بنت انت وسيبي هدومي. ابعد يا كمال. بعد كمال: اهي عندك اهي، ما انا مش ناقص بقى بوكس تاني. اه يا جبان والنعمة لوريك. شدها يوسف وطلع بيها على الجناح بتاعه. وفي جناح يوسف: انت ما بتسمعيش الكلام ليه؟ مش قلتلك ما تنزليش من الجناح بتاعنا؟ بتنزلي ليه؟ ايه، لاني مش بحب الاوامر، وانت جايبني هنا بقى علشان تحبسني؟ انا كنت عاوزة اتمشى شوية. كنت استني لما اخلص اجتماع وانا كنت هخرجك. يوه، كل حاجة ما تخرجيش ما تلبسيش، انا بقى مش شغالة عندك. اتعد لي يا شهد وبلاش طولة لسان. راح سابته شهد وما عبرتهوش، شدها بعنف وضربها بالقلم وقرب منها. انا لسه ما خلصتش كلامي، لما اكلمك تقفي زي الجزمه من غير ولا نفس. قعدت شهد على الارض تبكي، وراح قال لها وهو متنرفز جدا: يلا قومي حضري الحمام. احضر لك ايه يا عينيا؟ كتم ضحكته واتصنع البرود. اللي سمعتيه يا شهد. حاضر يا بيه. دخلت الحمام وقالت لنفسها: احضر له الحمام، وده بيتحضر بقى ازاي؟ لقت وراها وقفل باب الحمام. انت بتعمل ايه هنا؟ ايه، هاخد الشاور بتاعي. لا ده انت سافل بقى وقليل الادب. حاولت تهرب، راح مسك ايديها وقال لها: راحة فين يا مراتي يا حبيبتي؟
وهي كانت واقفة بترتعش وبتعض شفايفها من الخوف، وفرت الدموع من عينيها ونزلت زي الشلال على وشها. خلاص يا شهد، أنا مقصودش أخوفك، قرب عليها بهمس. هو يعني ما ينفعش إن مراتي حبيبتي تدلك لظهري؟ فتحت بقها وبرقت عينيها. ايه يا عينيا؟ ليه يا اخويا؟ قرصتك نحلة؟ ادعك لك ظهرك ليه؟ جربان ولا جربان؟ حك ظهرك في الحيطة اللي هناك دي، ولا وسع كده، عندك حيطة كمان اهي وواحدة كمان اهي، اختار لك واحدة يا عم الجربان انت، ولا اقول لك رش على جتتك شوية مية على رأي سمير غانم، المية بتروي العطشان وتطفي نار الجربان. خلاص يا شهد، ما كانتش كلمة، ده انت بتفصلي اي لحظة رومانسية. ومين قالك ان احنا بتوع رومانسية؟ امال بتوع ايه يا جميل؟ ها ابعد يلا، ويلا استحمى احسن ريحتك طرعت. وراحت طلعت جري برا الحمام، ولما طلع من الحمام لقاها نايمة، وراح قرب منها وقال لها شاهد انت نمتي؟ امشي بقى امشي، عايزة انام. لما يأس منها خرج ونزل البار تحت في الفندق، وفضل يشرب خمرة لحد ما فقد السيطرة على نفسه. دخل أوضته وهو بيتطوح، وكانت شهد نايمة على الكنبة كانت بتستناه لحد ما راحت في النوم وهي قاعدة. فاقت من النوم لما خبط زهرية وهو داخل، ولقت حالته غريبة والأول مرة تشوفه هو شارب، وفعلا دي كانت أول مرة يوسف بيشرب فيها. وقع يوسف على الأرض وجريت شهد عليه. يوسف يوسف فيك إيه؟ ما عرفتش تفوقه ولا قدرت تشيله، فاتصلت على كمال علشان يجي يساعدها. ولما دخل كمال لقى يوسف هو مرمي على الأرض. في ايه يا شهد؟ عملت في الراجل ايه؟ راحت خبطته على صدره وقالت له يا اخي تنيل، شوف الاول، اول مرة اشوفه في الحالة دي، وانا كمان اول مرة اشوفه. يوسف فوق، هو انت شارب؟ انصدمت شهد. شارب يعني ايه؟ مش عارفة يا اختي يعني ايه، ما هو اخرت عندك معاك وصله لكده، هيعمل ايه يعني؟ فاض بيه، اول مره يوسف بيشرب. قصدك شارب خمره؟ امال شارب كوكولا؟ طب وسع كده. قعدت تضرب فيه، انت بتشرب منكر يا يوسف، والنعمه لعمل منك شاورما. زقها كمال، يا شيخه تهدي، اصبري بس اما فوقه وبعدين اتخانقي معاه براحتك. شالوا كمال وراح حطه تحت الدش، وطلب من شهد ان هي تغير له. وانا مالي؟ ما تغير له انت يا اخويا، هو جوزي انا ولا جوزك انت؟ اتلمي يا كمال، لا اعمل من وشك شوارع. لمس وش بخوف، لا لا لا، وعلى ايه؟ هات الهدوم ولبسه انا. وانا فين؟ والله لربيك يا شهد يا اخي، بلا نيلة، اصلب طولك الاول وبعدين بربيها. بعد ما لبسه كمال نيمه على السرير، وقال لشهد وهو خارج، انا سايب الراجل كامل مكمل اهو، الاقيه الصبح ناقص ايد ولا رجل، مش هيحصل لك طيب يا شهد؟ ليه؟ قالوا لك عليا قتلت قتله، روح اتخمد بلاش دوشه. اتخمد؟ مفيش شكرا يا باي عليكي. نهار اسود، يوسف بيفوق. يوسف ايه؟ انا خارج بسرعه، ده انا كنت طيب والله ولسه ما دخلتش دنيا. وراح جري بسرعه قبل ما يوسف يفوق ويلاقيه بيكلم شهد. ضحكت شهد عليه وقالت ناس تخاف ما تختشيش، لما اروح انا بقى اشوف زوج العزيز. والحد هنا تخلص حلقتنا، بس حكايتنا لسه ما خلصتش. اتمنى دعمكم بلايك واشتراك يا احلى متابعين، بحبكم جدا، اشوفكم على خير.